طيب في الاكزامبل ده اكزامبل 11 3 هنبص على الكوندنسيشن اوف ستيم في كوندنسر. فزي ما موجود في الرسمه قدامكم انا عندي ستيم بيخش عند درجه حراره 30 ويحصل له كوندنسيشن. فطبعا هو اكيد ات لوور بريشر يعني مش اتموسفيريك بريشر عشان يحصل له كوندنسيشن عند 30 يبقى اكيد البريشر بتاعه قليل فهو الستيم بيحصل له كوندنسيشن. فهو طبعا عشان يحصل له كوندنسيشن لازم تبرده فبتدخل كولينج ووتر عند تمبرشر 14 درجة والتمبرشر بتاعت خروجها 22 درجة مئوية. فمش ممكن طبعا التمبرشر بتاعت خروج المية تبقى أعلى من 30 لأن هي مش ممكن تسخن عن 30 هتجيب التمبرشر زي دي ازاي. تمام. فاحنا لو رسمنا الرسمة بتاعت تغير التمبرشر مع دخول والخروج هلاقي ان الهوت ثابت. الهوت ثابت علشان هو بيحصل له كوندنسيشن فالتمبرشر ما بتتغيرش. بينما الكولد بيسخن دخل عند 14 وخرج عند 22 22 14 وهنا دلوقتي 30 وخرج عند 30. كويس. فانا عارف الدرجات الحراره دي وعارف برضو ان الاريا بتاعت الهيت اكسشينج ب 45 متر سكويرد والاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت يو عارفه ان هو 2100 وات بير متر سكويرد كيرف. عايزين نعرف بقى الماس فلو ريت بتاع الكولينج ووتر اللي احنا استخدمناه والام دوت وبرده الريت اوف كوندنسيشن بتاع الستيم الام دوت بتاع الستيم اللي حصل له كوندنسيشن. فعشان نعرف دول ممكن نجيبهم من الكيو. يبقى انا محتاج اجيب الكيو لان انا لو عارف ان الكيو دوت بتساوي مثلا الام دوت ستيم في الاتش اف جي اللي هي الليتنت هيت اوف فابورايزيشن بتاع الستيم. فلو عارف كيو دوت والاتش اف جي ممكن اجيبها عن 30 من الستيم تيبل اقدر اجيب الام دوت اس. وبرضو الكيو دوت دي عارف انها بتساوي الام دوت كولد في السي بي كولد بتاعت المية في فرق التمبرشر بتاعت المية اللي هي 22 ماينس 14. نفس الكلام لو عارف كيو دوت ممكن اجيب الام دوت بتاعت الكولد. كيو دوت بقى دي برضو بتساوي اليو في الاريا في الدلتا تي اللوغاريتمك مين. وانا عارف الاريا وعارف اليو الاوفر دي ترانسفير كوفيشنت. يبقى انا لو جبت اللوغاريتمك مين تمبرشر ديفرنس اقدر اجيب الكيو دوت ومنها اقدر اجيب الام دوت اس واقدر اجيب الام دوت سي. طيب اللوغاريتمك مين تمبرشر ديفرنس دي احنا شفناها بتساوي الدلتا تي 1 ماينس الدلتا تي 2 1 يعني عند الدخول او الخروج نختار واحده منهم على اللان بتاع الدلتا تي 1 على الدلتا تي 2 ده اللوغاريتمك مين تمبرشر ديفرنس. فنقول مثلا هنا فرق التمبرشر هنا 14 و 30 ده 16 ده الدلتا تي هنا 16 بينما الدلتا تي هنا 30 22 ده 8 فدي بتساوي 16 ماينس 8 على اللان 16 على 8. كويس. فالفرق التمبرشر كان في حته 16 وفي حته 8 هو تبقى حاجه في النص هتبقى مثلا 12. فلو عملنا اللوجاريتم مين دي التمبرشر ديفرنس دي حسبناها بالكالكوليتر هتطلع 11 ونص درجه مئويه. كويس. فخلاص جبنا اللوجاريتم مين التمبرشر ديفرنس نحطها هنا نجيب الكيو دوت هو مديني اليو والاي. طيب محتاج شويه بروبرتيز محتاج البروبرتي بتاع الميه هجيبها من الابندكس ورا ازاي السي بي بتاعتها طبعا بتتغير مع التمبرشر ممكن اجيبها يعني عند التمبرشر في النص ما بين 22 ولا 14 فالسي بي كانت 4184 من ابندكس اي 9 اليونز بتاعتها جول بير كيلوجرام كلف. طيب وال ده من الستيم تيبل عند 30 برده ممكن اجيبها واقدر احسبها موجوده برده كانت 2431 كيلو جول بير كيلوغرام. فممكن احسب خلاص الام دوت سي والام دوت ستيم. شكرا.